غادي نمروا عند السي نبيل عياشي باش نتكلموا على حب الملوك. وذكر أن السي نبيل عياشي هو أستاذ ودكتور في علوم التغذية هنا بمدينة الدار البيضاء. اليوم غادي نخصوا الفقرة ديالك اللي حب الملوك، واللي كنا شرحنا شحال هادي علاش سميتو حب الملوك. نعم نذكروا بها ولا لا سي نبيل؟ نعم ممكن نذكروا بها. فحب الملوك تعتبر بين الفواكه اللي تتجي وتتمشي بالزربه بحال المشماش اللي عزيز عليك المشماش البلدي. بين الفواكه اللي ما تيمكنش اننا نخزنوها لواحد المده طويله، صعيب باش اننا نديروا لا كونجيلاسيون مثلا، يعني ما فيهاش المواد الكيميائيه. ماشي انا مواد كيميائيه، هو التفاعلات الكيميائيه داخل الفاكهه تتوقع بالزربه، وبالتالي ماشي الفاكهه اللي يمكن لك تخليها مثلا بحال التفاح تخليه لمده اسبوع، ولا بحال البرتقال تخليه لمده اسبوع، في يومين ثلاث ايام تتفسد بسرعه شي في البلاصه وما يمكنلكش تخزن. ماشي داكشي اللي ديت تيكون افيمير. سبحان الله. هذه سنه الحياه، هذه الله بغى الامور تمشي هكا. لهذا فالاستفاده كاينه حكمه ضروري اكيد، فالاستفاده والاستهلاك ديال بحال بالملوك خاصو يكون في الوقت ديالو، ونحاولوا نستافدوا منه ما امكن. غير هو بغيت نشير لواحد المساله نبدا بها سميره الا سمحتي، لان تنظن انا في هذه الظروف اللي تنعيشوا الان هي بالنسبه لي مهمه بزاف، والاغلبيه ديال الناس غيقول لك الثمن ديالو غالي. صعيب باش انني نشري مثلا كيلو ديال حب الملوك بواحد 20 درهم او لا بواحد 15 درهم ولا 30 درهم على حسب المناطق. نعم انا متفق معك، تيجي الثمن ديالو شويه غالي، ولكن خصنا نعرفوا واحد المساله. ملي تنهضروا على الاستهلاك ديال حب الملوك ماشي بحال الاستهلاك ديال الدلاح. راه الاستهلاك ديال حب الملوك، انا ملي تنهضر على الاستهلاك ديال حب الملوك راه 50 غرام كافيه. متفقش معاك. علاش ما متفقش؟ حيت راه ساهل باش تبقى تاكل بزاف. ولكن الناس اللي عاوتاني الثمن، ملي تنهضروا على الثمن الله يحسن. لا ما تقولش بان هذه هي القاعده، ان راه ما تناكلوش منه بزاف. لا تحط الحب، لا القاعده غناكل منه بزاف، غير انا تنقول للناس مثلا في عوض بان راه يمكن له الشهوه، يمكن له يشري مثلا واحد نص كيلو ولا واحد الرابعه مثلا، ويمكن انه ياخذها راه كافيه، ماشي ضروري انني نشري كميات كبيره باش يمكن انني نستافد منه. راه 50 غرام ولا يعني واحد الحبات، 50 غرام، 50 غرام غتجينا واحد الحفنة ديال الدين ديال حب الملوك، ممكن انني نستافد منها، وممكن انني نحقق الاهداف المتوخات من حب الملوك. ما كاينش الهدف ديال الشبعه. ماشي ضروري انني ناكل كميات كبيره، ماشي بحال ملي تنحد اللاح مثلا غنمشي نقدر ناخذ واحد الكميات اللي هي كبيره، او مثلا في التفاح غنقدر ناخذ واحد ثلاثه ولا اربعه تفاحات. فحبات من حب الملوك في اليوم غيمكن له يحققوا الاهداف ديالو. علاش؟ لان حب الملوك من بين الفواكه اللي هي مركزه فيما يخص المكونات الغذائيه ديالها. وهنا ملي تنهضروا على التركيز ديال المكونات الغذائيه اللي كاينه في حب الملوك، تنهضروا على لا فيتامين سي مثلا اللي غنلقاوها بواحد النسبه اللي هي كبيره، تنهضروا على السكريات اللي غنلقاوها، وهذا هو اللي تيخلي ان حب الملوك من بين الاغذيه اللي تجيبنا سعرات حراريه، تقريبا 50 سعره حراريه في كل 100 غرام. تنهضروا على البيتا كاروتين اللي غنلقاوها مثلا مركزه كذلك في حب الملوك، تنهضروا على مضادات الاكسده، وهذه هي النقطه المهمه بزاف اللي كاينه في حب الملوك واللي تتساعدنا. كاين واحد لي زونتوسيان هما اللي تيساعدونا باش نتخلصوا من هذاك لاسيد اوريك اللي منه جات هذه التسميه ديال حب الملوك، لان غالبا كانوا الملوك كانوا تيستهلكوا حب الملوك بزاف. علاش؟ لان قديما الاستهلاك ديال اللحوم كان ما كانش منتشر بشكل كبير، وبالتالي فالناس اللي كانوا تيستهلكوا اللحوم بشكل كبير كان تيبان عندهم هذا المرض ديال لاغوت او مرض النقرس، وكان تيتناولوا حب الملوك بشكل كبير باش يتخلصوا من لاسيد. وشوف اللي قال مي فاطمه لا اللي قال مي فاطمه وبابو شعيب باش انهم يخلطوا لنا التمر مع اللوز، اللي قال لهم باش انهم يوجدوا لنا الحريره، اللي قال لهم باش انهم يديروا لنا كسكسو، اللي قال لهم باش انهم يحضروا رفيسه المراه الحامل، اللي قال لهم انهم يجمعوا ما بين البن والبلبوله ديال الشعير ويعطينا واحد المج غذائي فيما يخص البروتينات. فبتوجيه من الله سبحانه وتعالى، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. فهاد التناول ديال حب الملوك بالنسبه لهذه المساله دي هو مهم بالنسبه للمفاصل كذلك، ماشي فقط الناس اللي تعانيوا من المشكل ديال 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 لاغوت، ولكن حتى بالنسبه للمفاصل مهم بالنسبه للناس، خصوصا الان سمحنا تنستعملوا المفاصل بشكل كبير سواء في الحواسيب سواء في التليفونات. دفع الدراسات تبتات على ان الاستهلاك ديال حب الملوك مثلا الناس اللي تعانيوا من مشكل ديال النقرس، او حتى الناس اللي باقي ما وصلوش لهذيك المرحله ديال ان يبان عندهم ديك لي دولور ارتيكولير، فتتنقص تقريبا ب 35% التخلص من لاسيد اوريك داخل الجسم ديالنا. بالاضافه لهذا الشيء فلي سوريز ولا حب الملوك فيهم نسبه كبيره من البوتاسيوم، وبالتالي تنعرفوا بان البوتاسيوم هي واحد الماده مديره للبول، سيت اون سوبستانس اللي هي ديوريتيك، وبالتالي فملي تناخذوا حب الملوك تيكون عزاكم الله هناك تبول، وفي التبول تنتخلصوا كذلك من السموم ديالنا. بالاضافه لهذا حب الملوك الدراسه كذلك الدراسات تبتات بانه يساعد على الوقايه من سرطان القولون خصوصا،
لان هذوك مضادات الاكسده اللي فيه تيلعبوا هذا الدور هذا، بالاضافه لبطبيعه الحال ملي تنهضروا على البيتا كاروتين راه درنا تنهضروا على الوجه، تنهضروا على الجلد، تنهضروا على البشره. يعني الفيتامين سي البيتا كاروتين لي زونتي اوكسيدون هما اللي هنا في الكريم اللي كنديروا. هذاك الشيء علاش ملي تنهضروا ليلى على الاغذيه، ملي تنهضروا على الاغذيه كما تتقولي سميره كولي بان عليك، وملي تنهضروا على الاغذيه الموسميه، لان الله سبحانه وتعالى عطانا هذه الاغذيه الفواكه اللي كاينه في هذا الفصل ديال الربيع، اللي تلقاو الزوغيس، تلقاو المشماش الى اخره، استعدادا لفصل الصيف باش نوجدوا البشره ديالنا هذيك. فهذيك دائما تنهضروا عليها سواء في الخريف ولا في الشتاء ولا في الربيع ولا في الصيف، تلقاو هذا الوجود ديال هذه الاغذيه في الفصل ديالها. كذلك النقطة أخرى اللي بغيت نهضر عليها هو أن كاين لابيكتين اللي كاين في التفاح تلقاوها كذلك في لي سوغيز، وبالتالي عندهم واحد الدور في خفض نسبة الكوليسترول داخل الجسم ديالنا. وهنا تلقاو بأن الاستهلاك ديال هذه المادة ديال حب الملوك، الاستهلاك ديالها غادي تماشي مع الفترة الموسمية ديالنا أو مع الأمراض اللي تقدر تكون اللي أصبحت منتشرة بشكل كبير في المجتمع ديالنا. كاين هذوك العويدات ديال لي سوغيز اللي تنهضروا عليهم دائما، اللي صبحنا تنسمعوا عليهم، صبحنا تنهضروا عليهم بواحد الشكل كبير. أنا ممكن أننا نستهلكوهم، نعم ممكن أننا يبقاو عندنا في البيت ديالنا، ممكن أننا نلبسوهم في الظل ماشي في الشمس، ممكن أننا نديروهم في قرعة ديال الماء، جوج عويدات ثلاثة العويدات تنديروهم في قرعة ديال الماء، تنخليهم يتلقوا واحد شوية ومن بعد تنشربوا هذاك الماء. ممكن هذه تيتلقوا المذاق وتيتلقوا اللون كذلك، غير المذاق ماشي حلو بحال الفاكهه، شويه مرارة، المذاق شي شويه كاين واحد شويه المراره، داكشي علاش قلت غير واحد جوج ولا ثلاثه ديال العويدات باش يمكننا نشربوا هذاك الماء ديالو. من بعد فيما يخص الاستهلاك ديال الماده بحد ذاتها، كاين هناك اللي تيكون شويه ما حمرش بزاف، وكاين اللي تيكون حمر بزاف، فما كاينش الفرق بيناتهم، كاين فرق بسيط في المكونات الغذائيه، ولكن بجوج كاين فرق في الحلاوه، كاين فرق حتى في الحجم بعض الاحيان، تلقاو كاين اللي تكون كبير بزاف، كاين اللي تكون صغير شي شويه، فكلها عندها تقريبا نفس الفوائد، كلهم عندهم نفس المكونات الغذائيه. المهم هو اننا نستهلكوا هذه الماده الغذائيه، وتنعاود نرجع ناكد ما خش الغلاف الثمن يكون سبب باش اننا ما نستهلكوهاش، نعاود ناكد على بيناتنا 15 درهم ماشي احسن من قرعه ديال شي حاجه اخرى؟ بطبيعه الحال احسن، باكي يدير الشيبس راه باكي يدير الشيبس سميره ساوي 10 درهم ولا 300 درهم، راه قرعه المونادا ساوي 5 درهم ولا 7 درهم. ولكن دابا الناس غير ملي تتقول لي سوغيز حيت تيجيو بعض التعاليق بعض الاحيان، داكشي علاش تنبغي انا نجاوب بطريقه غير مباشره. راه ملي تنهضروا على التمر راه ما تيقولكش خذ التمر ديال 300 درهم، خذ التمر ديال 10 درهم. ملي تنهضروا على لي سوغيز ما تيقولوش خذ 3 كيلو، خذ 4. ملي تنهضروا على اللوز راه ما تيقولكش انا خذ نص كيلو، راه خذ 3 الحبات ولا 4 الحبات على المدى البعيد كافيين باش انهم يقوموا بهذا الدور هذا. واضح، شكرا لك دكتور. شكرا لك سميرة. نبيله.